اهلا وسهلا بيكم في قناة العب معايا. عندي النهارده ليكوا لعبه جديده قوي ومختلفه، وهي باربي والكلب بتاعها. عندنا هنا كل القطع اللي هنحتاجها في اللعبه، الكلب وباربي والاكل بتاع الكلب والمخلفات بتاعه الكلب اللي يعملها بعد ما ياكل طبعا، وهنا شنطه الاكل برضو. هنشوف دلوقتي هنلعب ازاي. الاول الكلب هنا هتلاقوا لو دوست على راسه بقه بيتفتح عشان تحطوا له الاكل، شايفين ازاي؟ هتلاقوا هنا في فتحة كده بينزل منها الاكل، وهنا برضو في فتحة تانية بتحطوا فيها المخلفات عشان تنزل من هنا. مجرد ما تضغطوا على ديله هتنزل من هنا، شايفين؟ المكان الاولاني دوت بيوصل على هنا، تحطوا من المخلفات هنا عشان تنزل من هنا. هنجرب كده مع بعض، 2 3، وهنأكله طبعا، نفتح بقه ونحط له عظمة. شايفين؟ هتنزل هنا، دول العظمتين اللي انا اكلتهم له. ودوت الطبق بتاع الاكل اللي بيبقى فيه الاكل بتاع الكلب. ودوت الشنطة اللي بيتحط فيها الأكل عشان باربي تاخدها معاها وهي خارجة، هي والكلب بتاعها تقدر تاخدها معاها بكل سهولة. هنأكل الكلب تاني، عظمة، 2، كده مجرد ما تدوسوا على ديله، تضغطوا على ديله هيعمل حمام على طول كده زي ما انتوا شايفين. كل ما تضغطوا كل ما هينزل القطع اللي انتوا حطيتوها. هوريكوا تاني برضو، كده باربي بقى المفروض ان هي تيجي هتشيل الحاجات بالقطعة بتاعتها ديت، هتجمع المخلفات بتاعت الكلب، عشان طبعا غلط جدا ان احنا نسيب مخلفات الحيوانات الأليفة بتاعتنا في الشارع. نحاول كده نركب القطعة دي في ايديها، تمام كده تركبت. هنضغط، هنرفعها لفوق، نرفع القلب ده لفوق، هتتفتح القطعة دي، هتتفتح كده. ما ينفعش نجمعهم كلهم مرة واحدة، هي لازم واحدة واحدة. كده القطعة الأولانية شايفين، هنحطها بقى في الباسكت عشان باربي نظيفة جدا وما بتعملش أي حاجة غلط. برافو باربي. نرفعها فوق هتتفتح، وننزلها هتقفل. نرفعها وناخد القطع ونحطها في الباسكت، نرفعها ونسيبها تقفل تاني لوحدها. ودي كانت لعبة باربي والكلب بتاعها. عرفنا ازاي بنأكل الكلب، وعرفنا ايه كل الحاجات اللي فيه، ودوت الطبق بتاع الاكل طبعا والباسكت.
وباربي طبعا شايفين قد ايه جميلة ووسيمة جدا وأمورة ولبسها شيك جدا. وطبعا في عائلات كتير عندهم حيوانات أليفة ومحتاجين يعرفوا حاجات زي كده، يعرفوا ازاي يتعاملوا مع المخالفات بتاعة الكلب او اي حيوان أليف تاني. شايفين باربي برضو شكلها جميل قوي، ممكن تلعبوا بيها كلعبة منفصلة، عروسة منفصلة، لان هي كمان رجليها بتتحرك. شايفين ازاي فيها انفصالات كده عند ركبها عشان كمان تقدر تتمشى مع الكلب بتاعها براحتها، وهي رياضية جدا، جسمها رياضي. دي الباسكت برضو بتيجي مع اللعبة، الطبق بتاع اكل الكلب بتاعها. كلب قد ايه جميل وشكله عسول قوي. طبعا انتوا عارفين كل الكلاب بيحبوا العظم، لازم نحط عظمة هنا، نحط قطعة تانية هنا عشان الكلب يعمل حمام. زي ما انتوا شايفين لازم طبعا الحاجات دي تتشال من الشارع، ما ينفعش نسيب كده المخلفات بتاعت الحيوانات الأليفة بتاعتنا، دوت مش من الاتيكيت خالص. وديت كانت اللعبة بتاعتنا بتاعت النهاردة، باربي والكلب. قولولي ايه رأيكم في الكومنتات، عجبتكم ولا ايه، واللي اشتراها يقولي لعب بيها ازاي وعجبته ولا لأ. ولو الفيديو عجبكم ادوني لايك، ومتنسوش طبعا تتفرجوا على بقية الفيديوهات، ومتنسوش طبعا تعملوا شير وسبسكرايب للقناة. وقولولي ايه الحاجات الالعاب اللي انتوا نفسكم تلعبوا بيها وانا هجيبها لكم ونلعب بيها مع بعض. ومتنسوش تقولوا لاصحابكم على الفيديو دوت. وشكرا جدا ليكم، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.